الدرهم المغربي يسجل ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، وارتفاع أصول البنوك وفقا لبنك المغرب المركزي، وانخفاض ملحوظ لأسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار العملات والذهب في الوطن العربي. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. تحسن مركز الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي في المغرب مع بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 على مستوى بنوك المملكة المغربية، وهبط سعر الدولار أمام الدرهم المغربي في البورصات العالمية ليسجل 9.88 دراهم، وكشف التقارير عن ارتفاع أصول البنوك وفقا لبنك المغرب المركزي إلى 348 مليار و600 مليون درهم بنمو قدره 5.3% على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الدعم المقدم من بنك المغرب المركزي للجهاز المصرفي 100 مليار و700 مليون درهم في صورة أوامر دفع وعروض أسبوعية. كذلك مولت البنوك المغربية عملية إعادة شراء أدوات الدين ب 22 مليار دولار و600 مليون. وفيما يتعلق بأسعار صرف الدولار واليورو في المغرب خلال تعاملات اليوم الخميس، سجلت تراجع سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي إلى نحو 9.87 دراهم وفقا لبيانات بنك المغرب، واستقر سعر الدولار في المغرب للمواطنين المغاربة عند 9.14 دراهم للشراء و10.62 دراهم للبيع. وتراجع سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي في تعاملات اليوم إلى 10.78 دراهم، واستقر سعر اليورو في المغرب عند نحو 9.98 دراهم للشراء و11.60 دراهم للبيع. وسجل سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي الخاص بالتحويل حسب بيانات جهاز المصرف المغربي 10.82 دراهم. بالنسبة لأسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 604.89 دراهم، وسجل جرام الذهب عيار 22 554.26 دراهم، وسجل جرام الذهب عيار 21 529 دراهم، وسجل جرام الذهب عيار 18 453.38 دراهم، وسجل جرام الذهب عيار 14 352.83 دراهم، وسجلت أونصة الذهب عالميا 1895.38 دولار. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار واليورو والعملات وأسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم الخميس. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.